إلى من سأعود؟ من سيناديني يا أبي؟ من سيناديني يا حبيبي؟ قالها وما زال يتردد صداها. على الصدى يشغل حيزا من الجواب لأسئلة تبدو وكأنها وجودية بحجم تعقيداتها. لا جواب يمكن أن يشفي قلب الفلسطيني أحمد الغفيري الذي يقطر حزنا وألما على فقدان 103 من أقاربه في حرب غزة، من بينه زوجته وبناته الثلاث، إضافة إلى أمه وأربعة من إخوته. أحمد الذي كان يعمل بموقع بناء في تل أبيب عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، لم يتمكن من العودة إلى زوجته وبناته تالا ولانا ونجلاء بسبب الحرب التي اشتعلت بعدها والحصار العسكري الذي فرضته إسرائيل على القطاع، وبقي عالقا يمني النفس بالاطمئنان عنهم كلما سنحت له الفرصة، إلى أن وقع هجوم في 8 ديسمبر استهدف منزل عمه في منطقة الشجاعية الذي كان يأوي العشرات من أفراد عائلته، وأدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل، ما تزال جثث بعضهم عالقة تحت الأنقاض. يروي محمد تفاصيل المكالمة الأخيرة بينه وبين زوجته التي كانت تعلم أنها ستموت في تلك اللحظات، ويقول: أشعر كأنني في حلم، ما زلت لا أستطيع أن أصدق ما حدث لنا. ففي غمضة عين انقلبت حياته من رب عائلة وأب وزوج إلى وحيد ثكلان أرملة محاصر بعيدا عن منزله الذي لم يعد متأكدا من رغبته في العودة إليه، بقوله: لقد تحطم حلمي في غزة.